ليش لهلأ سهرانين؟ طلعوا شو صارت الساعة؟ صارت الساعة 9:30، لازم تناموا، لازم تناموا، دقوموا يلا على النوم، يلا يلا صار وقت النوم، صار 9:30. لك ايش وقت السهر؟ صار 9:30. يا الله اخر واحد بيضل فايق رح يربح، بس طلعوا عندي شرط، اخر واحد بيضل فايق وما بيعمل مشاكل، يعني ما بتعلق مثلا مع اخواتك او العكس، يعني ايش رايكم؟ اتفقنا؟ لا مو هيك، مو انه ما تحكي، لا بتحكي بس انه ما بتعمل مشاكل، ما بتعمل ازعاجات، اخر واحد بيضل سهران، ايش رايكم؟ اتفقنا؟ ايه تصطفلوا، انا مالي علاقة، انا رح العب. لا شوفش قد بدكم تقاوموا، هلا الساعة 9:30 صارت، لنشوف شو؟ رح اصب كاسة كولا. ايه صب اللي بدك يا، يلا يلا نبلش من هلا، نبلش. ايش بدك اعمل رياضة؟ ايش بدك ساوي؟ غيث لك ايش؟ شوكليت. ايه يلا دي، يلا ايه ايه يلا دي روحوا، يلا ايه راح اجيب الطاولة الكبيرة الكبيرة، وقف. اخ ياي، انا المشكلة انه انا بدي اسهر معكم كمان، ما في تسهري، روح عندهم. ياي شلون بدي اعرف مين ربح ومين لا؟ بتغشوا بعدين. الطاولات طالعتيهم كلهم؟ ياي كل هدول؟ يا سلام، عم تجهزوا سهرة كمان؟ ياي العمى السهرة عمرانة اليوم، السهرة عمرانة. لا لا انا بدي اخذ الاحمر، يي مو زهري هذا احمر فيه. ايه غيث مالك نعسان ماما؟ مالي نعسان، يي لسه ما حطينا، بس نخليه كمان بزر بدكم؟ يا سلام يا سلام، والله انا اشتهيت اعمل هالتحدي لنفسي، ايش هالتحدي هذا؟ انا حاسه حالي عم بدللكم، يعني مو انه هيك عم بعذبكم. ياي حسيت هذا عقاب لالي، انا عملت لكم تحدي مين بينام اخر واحد. في انسحاب؟ معلش انسحب يا ولاد، ده انسحب. لا ياي ده انسحب، لك ما بدي بطلت. يا كمان ما شاء الله، شو هاد؟ ايش هالدلال هاد؟ والله عم تدللوا حالكم وعلى 24. خليني انسحب، خلص بطلت 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 هالشغلة. لا 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 ده انسحب، لا ما بصير، لا ما بصير، لا ما بصير انسحبي، ما بصير. انت كل ما لازم ندماني، انا ندماني بطلت، ما بدي. ياي انت كل ما لازم تكوني قد وقدود يا ماما، قد وقدود. طيب ماشي خلص راح ارضى. واكيد هيك التحدي مو هيك من دون شيء طبعا، يعني مصاري؟ لك ما بصير بلا مصاري، كل شغله بمصاري، يعني بس بدي اعمل تحدي لازم اخسر مصاري انا؟ مره قلت لك يا امي، لك انا ليش بجيب الهم لنفسي؟ ما بعرف هذاك تحدي، مره قلت لك يا امي اللي فازت، هالمره اذا ما بخسها بخليها تبكي وايه. ياي إيه، لا هالمرة بتوقع أنت اللي تفوز يا خالد. لا لا الصراحة أعترف لك الصراحة، يا غيث نام هتمثل علي. ياي لين نامت؟ لا عم بتمزحي معي أنت كمان؟ ياي غيث نام، عم تضحكوا علي؟ وأنت كمان؟ انت كمان نمت؟ يلا خلص ثلاثتكم شفتكم نايمين، خلص خسرتوا. لك خسرتوا، عن جد غمضتوا عيونكم، خسرتوا. ايش بك؟ لك ليش؟ لا لا نمتوا، ما بصير غمضتوا، لا غمضتوا عيونكم يعني خسرتوا، خلص خسرتوا ثلاثتكم، ثلاثتكم غمضتوا عيونكم. لا ما لي علاقة، ما لي علاقة. صحيح مو كلياتنا غمضنا عيوننا لأنه ما في حدا خسر من كلياتنا، خسرنا معناتها إيه؟ نستنى حدا
يفوز. يلا لا لا خلص خسرتوا كلياتكم. مالي علاقة، ما دخلني. لك ايش مشان المصاري؟ لك يا انت ايش عم تعمل غيس؟ لك ياي فارت فارت لك عبيت يا يو. ما بصير الأزهاء، قلت بعدين ما بصير تعملوا ازعاجات كمان انتوا سهرانين مشان ما تخسروا. لا عن جد عم بمزح معكم انا، ما انه يعتبر انه نمتوا مع الاسف. يا اولاد ما نعستوا؟ ما نعستوا؟ غيث ما نعست؟ لا يوي. وانت ما نعست؟ لك طلعوا شو صارت الساعة؟ وحدة. صارت الساعة وحدة؟ لك ما نعستوا لهلا؟ لا ولا شوي. يوي على هالتحدي يا ريتني ما عملته. يوي غيث كني نمت. عم تمزح معي؟ عم تمزح معي؟ عم تعمل حالك نمت؟ ايش بدك منه؟ بدي اخذه معي احكي له قصة. بدك تحكي له قصة؟ ايه ايه احكي له قصة خالد. زين انا عم والله لحقوز بدي احكي واخذ ال200 ليرة. طيب يا عمر لك بده يحكي معك بس كلمتين جوا. تعا تعا امشي امشي غيس. المكان المطلوب. يا دك نيمو. يا دك نيمو. ايه خده 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 خليه ينام. ايش عمل لك؟ بيدي العظم شده. شو خالد استسلمت؟ خلاص قوم نام. خلاص ابني قوم قوم بينتك انعست. ياي طلع شو صارت الساعة؟ الساعة 3 صارت. ياي يا لين لين ما نعستي؟ انت عم تحاولي تفتحي عيونك ما؟ لين كل شوية حرام تدبل ترجع تفتحي عيونها. ايه ايه كمان افتحيهم أكتر كمان. غيس غيس نعست؟ لا انا لسه سهران ولح افيق للمية. للمية؟ لا شوف لا امتى بدكم تستسلموا؟ خالد لخالد يا كني نمت خالد. لا لا عم هبالي نمت عن جد. ده عامل فنجان قهوه مشان اصحصح. ياي ما بصير تشرب قهوه انت. شربني مع خالد. لك لا بلا القهوه بلا القهوه ما بصير. ليش؟ لك قهوه كنت تشربوا بتنضروا ما بصير. بيطلع شعور. بيطلع لكم شعورب. مين لو نايم؟ ايه ايه بركي بتناموا. اين قهوه؟ الدعايه اللي بيقولوا لها لاولاد الامهات انه يطلع لكم شوارب. يا جماعه رايح اجيب شغله اغسلها فيه. رايح اغسل شعري. ايه بدك تغسل وجهك؟ وانا كمان انه اغسل وجهي. هلا هيك غسلت وجهك مشان تصحصح؟ وانا رايح اجيب المضربات. الكليم يا غشاشين عم تغسلوا وجهكم؟ عم غسلوا وجهكم. ياي غسل وجهك مشان يصحصح. اعمل رياضة. يدك تعمل رياضة كمان؟ هلا هيك بده يلعب رياضة؟ لك ما هيك الرياضة ما هيك. هي كاراتين. لك هي ياي انا ايش جبت لي وجع الراس لراسي. ايش بدك؟ اطلع على البلكونة. ليزك تطلع على البلكونة؟ لا هيك بصحصح اكثر. يي على البلكونة؟ ياي كمان طالعين على البلكونة؟ شو؟ شو؟ أنا المعلم. ياي كمان كمان سهرة على البلكونة؟ لا تطلعوا الصوت كثير عالي ديروا بالكم ها؟ لك الناس نايمة. أحسن الشيء أجيب كلمة. ياي والله ياي لك الناس هلا كلها نايمة، الناس كلها نايمة. ما تعيطوا كثير برا. شوي كمان كيوي. اخذ كيوي على البلكون. ياي لك انا نعست، انا اللي نعست، انا اللي نعست. لينو ياي هي مسكه الموبايل، كان لازم اخذ منكم الموبايلات حتى ما تسهروا. ياي ما بصير هذا بيكون. نعست انت شكلك ما؟ اه خالد؟ لا شكلك نعست لين. ياي يا لين. صارت الساعة 4؟ ايه هذا الحكي صارت الساعة 4 ولسه هيك مفتحين عيونكم؟ شو بدك تعطينا مقطع؟ بسرعة. اه وليه وليه؟
اختي وماما ما بتحمل. مالي علاقة، اللي بيسهر بيضل سهران اخر واحد هو الفايز. بس شكلي انا اللي نعست عن جد. انتو كل شوي تمثل، انت كل شوي تمثل علي انك نعست ونمت. ياي انا اللي نعست كمان. طب ناموا، مين ماسككم؟ ناموا جد يا ماما كثير ولدت. شو ولدت؟ انا قصدي نعست. نعست؟ ما بعرف احكي من النار. يلا خليكم لاشوف لامتى بدكم تقاوموا. بس ياي انا صاير نعست، ياي ما بقى اتحمل. يا ماما انا ما بقى فيني حيل ابدا، يا ربي تكسرت. صرت تعطيني سلبيات؟ ياي دقيقة فرجيهم الساعة، فرجيهم شو صارت الساعة. ياي طلعوا يا جماعة، صارت الساعة 4 ولساتهم سهرانين. غيس نام، ياي خسر غيس. لين انت كشفتك فايقة فايقة. خالد خالد ما بقى عم يتفتحوا عيونه يا حرام. لنشوف مين بده يفوز. ياي ضليتي انت وخالد، لنشوف مين بده يفوز منكم. وهاي تاني يوم الاولاد فايقين. انت الفايز؟ مين انت ولا هي؟ بلغش انت ولا يا عم تغشوا. اخر واحد نام مين؟ انا عم بلحق لانه اجتني النعوسه وما قدرت هيك اضل سهرانه للصراحه يعني. ييلك وين زعلتي؟ شو زعلتي؟ مين؟ ما بصير الغش. يا ماما انا ضليت للساعه 6. يلا لنشوف مين بده يكسب المصاري. انا بدون غش، بدون غش. غشاشه غشاشه احكي الصراحه. مين اللي نام فيها مصاري؟ لانه بدي اعرف لمين بدي اعطي. هلا انت ربحت غيس اللي خسرت لانه بدي اعطي المصاري. يا بتحلف بالله ما بصير تحلف. لك والله ربحت. يا لك ياي هذا مو حاسس على حاله، ما متذكر شيء، ما عارفين. لك لا ماما انت على فكره وقت اللي شفتك امبارحه شفتك بالليل انت نايم وهن سهرانين كانوا. لا. بس مين اللي ربح من بيناتهم ما بعرف. انت لك ما بتتذكر ماما. ياي هذا مو متذكر. ماما طبعا ماما. لك ياي انزين. لك خنقته خنقته. لك خنقته طبعا. الاكبر هو لا ما لا لا هي ما في اكبر واصغر. خسراني؟ نعساني. يلا لا خسراني. خسراني ولا نعساني؟ خسراني. يا قلتي خسراني. لا خلاص كشفتك. لا معناتها اللي ربح معنا اليوم. لا ما بصير. والله يي ليش هيك عم تعيطي؟ انا خسرت 50. والله اخر مره برد عليكي عملتي انا بلغزه. يا ايش هيك؟ يا ما بصير. يا يو ايش هاد؟ يا جماعة حقيقة. ليش قاعد تعيطي؟ أبد. يو اليوم رلين خسرانة وخالد اللي ربح. يا ايش هاد؟ والله انتم غشاشين. أنا يلي راح آخذ الميتين. خلص. بالدورة اليابا أنا راح أفوز يعني أنا. ياي خلص خالد، شايف شلون الدنيا دوارة؟ هي اجاك يوم انت كنت عم تبكي بالفيديو الماضي، هلا انت ربحت. لك يا شو هاد؟ لك ما بصير. طبعا كله بفضل الخاتم السحري. لا غش. رايحة اعطيك الميتين، استناني. ياي يا خالد والله لهلا. لك لهلا عم تبكي، مفكرة حالها انه هي الربحانة، عم تولول. يا شو هاد؟ لك والله مفكرة حالها. يا جماعة يا عم تبكي. يا اللي احنا عم نغش ده. اسمع هات الميتين. وهي خالد ربح معنا 200، تعطي اياها قبل ما تجي لينو. يا جماعة ماما غشاشة. لك انتو نمتوا ما حسيتوا على حالكم؟ ياي هدول مو ناموا ما حسوا. يا جماعة يلا خلينا نروح نصيلحها بكي. ياي لك لا لا عم تعدوا بترش عم تحكي. ياي خلص لبقى الجيكرة لبقى الجيكرة. استنى تعا بركي نصيلحها شوي. قال ايش شو؟ قال عم تبكي. ليش عم تبكي وعم تقولي علينا غشاشين؟ اليوم رح اسهر. لك لا لك ما بقى ترضى، ما بقى ترضى ابدا. بالزور بالزور. قال نحن عم نغش. لك انت نمتي ماما، انت ما حسيتي على حالك، مفكره حالك انه انت اخر وحده ضليتي سهرانه. لك رجعنا صح
ضحكتي علي ما؟ لك ليش ضحكت عليكي؟ ما ضحكت عليكي يا بلا. ماما بلا لك ما غشيت يا روحي، رجعت تبكي يا الله. طب تعي لقلك خلاص بنرجع يبقى بنلعب تحدي كمان وبتربحي. لك يا مو هلا تصيلحنا. طلع طلع رجعت تبكي. عم بيعها لسه ربحت، عم بيعها لسه ربحت امبارحة، خلتني ابكي امام الكاميرا. ياي ده يلا يلا خلينا بقى ننهي الفيديو. هاي هون خلوه ده ربح. يلا حطوا لنا لهون رح ننهي معكم الفيديو، حطوا لنا لايك واشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس لحتى يوصلكم اشعار مننا، بنحبكم كتير. سلام. استنوا يا جماعة، هاي اذا فزت بالتحدي التاني سكت لي كامل نخرج سيوف كامل عفوز. ايه يلا باي باي. يي يي انتي شو عم تسوي هون؟ قولي لهم باي باي، قولي لهم باي. عملت هيك باي. لا لايك بس، حطوا ديسلايك ما في تحدي مرة تانية. قولي لهم يحطوا لايك ولا ما بعيد التحدي. ها ما برجع بعمل لك تحديات. تمام قولي لهم. ايوه.